بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا بالجميع، سمو الأمير وزملائه وأعوانه على هذا العمل، ثم الإخوة الوفود الذين جاءوا رغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى والتماسا للعلم النافع. وفقنا الله وإياهم للعلم النافع والعمل الصالح. لا شك أيها الإخوة أن الله جل وعلا يريد منا أن نجتمع على البر والتقوى وأن نكون أمة واحدة كما أمرنا الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فالمسلمون أمة واحدة في عقيدتها وفي أعمالها وفي دعوتها وفي جميع شؤونها، أمة واحدة. والأمة الواحدة يقوي بعضها بعضا، كما قال صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هكذا شعور المسلمين بعضهم مع بعض. الله جل وعلا أمرنا بالاجتماع على الحق ونهانا عن التفرق والاختلاف، فقال سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه تسود وجوه، قال العلماء تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف، لأن هذا الدين هو دين الأنبياء ودين المرسلين، بعث الله به خاتمهم وإمامهم سيدهم محمد صلى الله عليه وسلم في آخر الدنيا قبل قيام الساعة، وأنزل عليه كتابا عظيما لم ينزل على الأنبياء مثله وهو القرآن العظيم، وآتاه الله السنة النبوية التي أوحاها إليه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وأمرنا بالتمسك بالكتاب والسنة فهما ضمانة الوحدة. قال صلى الله عليه وسلم لما طلبوا منه الوصية قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة. الله جل وعلا قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اعتصموا بحبل الله القرآن، وقيل الإسلام، وقيل النبي صلى الله عليه وسلم، والكل حق. اعتصموا بحبل الله جميعا، لا يعتصم به بعضكم والبعض الآخر يعتصم بغيره، بل لا بد أن تجتمعوا على التمسك بالكتاب والسنة. ثم قال: ولا تفرقوا. فمن اعتصم بحبل الله، اعتصم بحبل الله، فإنه لا يليق به أن يتركه إلى غيره من المذاهب، من الفرق، من الأفكار، كلها ضلالات ولا نجاة إلا بالتمسك بالكتاب والسنة ولزوم جماعة المسلمين، لزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين. هذه هي أسباب الاجتماع والائتلاف. فالخروج على ولاة الأمور والثورات هذه خروج عن كتاب الله وسنة رسوله وعن جماعة المسلمين، وليست من دين الإسلام. الإسلام يحث على اجتماع الكلمة وعلى التعاون، على البر والتقوى، وعلى التراحم والتعاطف، وعلى كل خير. قال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والذي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه موجود والحمد لله. كان الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه على الكتاب والسنة، والكتاب والسنة موجودان بين أيدينا، فمن تمسك بهما فهو مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومن أفلت منهما فهو مع هذه الفرق الضالة، وضلالاتها تختلف، منها ما يصل إلى حد الكفر، ومنها ما يصل ومنها ما هو دون ذلك، ولكن كلها في النار على حسب افتراقها وابتعادها عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله لا يحصل بالادعاء والانتساب، بل لا بد من تعلم الكتاب والسنة، تفقه في دين الله عز وجل. أما الادعاء من دون تعلم ومن دون معرفة للكتاب والسنة فهذا لا يجدي شيئا. كل يدعي الآن أنه على الكتاب والسنة وأن مذهبه هو ما مذهب الكتاب والسنة، لكن الحقيقة تختلف. فمن تمسك به مع علم ومعرفة ويقين هذا هو الذي على الكتاب والسنة، وأما من تمسك بهما في الدعوة فقط وهو على غيرهما في المذهب وفي الفكر وفي الآراء فهذا
لا حقيقة لقوله ولا ينفعه دعواه تمسك بالكتاب والسنة. وأنتم الحمد لله لا شك أنكم تبحثون عن الكتاب والسنة والفقه فيهما، ولهذا جئتم إلى هذه البلاد وانضممتم إلى هذه الدعوة المباركة، فهنيئا لكم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يرزقنا وإياكم العمل بكتابه وسنة رسوله. ثم أيها الإخوة، حتى لو أن الإنسان فهم الكتاب والسنة وتمسك بهما، إلا أنه على خطر من الانحراف ودعاة الضلال، فلنحذر جميعا من دعاة الضلال، ولنحذر من الأفكار المنحرفة التي يروجها دعاتها في مختلف الوسائل، وربما يغرون بالمال والطمع فينجذب إليهم من ضل سواء السبيل وآثر الدنيا على الآخرة، لأن المسألة مسألة ابتلاء وامتحان. من تمسك بهذا الكتاب والسنة فلا بد أن يبتلى، أن يمتحن، ربما لا يثبت على هذا التمسك، ربما يغريه ما يغريه، ربما يروقه ما يروقه من الدعايات التي وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابها بأنهم دعاة على متن جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها. وما أكثرهم الآن، وما أكثر الوسائل التي تدعو إلى المذاهب المخالفة والنحل الفاسدة والأفكار المنحرفة، وتلبسها وتزينها وتزخرفها بالدعاية المغرية حتى تنطلي على كثير من الناس. فالواجب علينا أن نحذر. أول شيء يجب علينا أن نفهم الكتاب والسنة ونتفقه فيهما. ثانيا أن نتمسك بهما. ثالثا أن نحذر من الدعايات المضللة. رابعا أن نصبر، لأن الذي يتمسك بالكتاب والسنة يبتلى ويصيبه ما يصيبه من الأذى، إما أن يغرى بالمال وإما أن يهدد بالمكاره، فيصبر على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مهما أصابه، فإنه على حق. قد ابتلي الأنبياء والصالحون وثبتوا على دين الله عز وجل حتى جاءهم نصر الله عز وجل. الله جل وعلا قال: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. حسبتم أن تتركوا ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. لكن مع الصبر وعدم اليأس، مهما تفاقم الأمر وعظم فلا بد من الصبر، ولا بد من عدم اليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. وكلما اشتد الكرب قرب الفرج، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمور يجب
أن نفهمها وأن نركز عليها، ولا يكفي أننا نهتدي في أنفسنا، بل لا بد أن نبلغ دعوة الله، ولا بد أن ندعو إلى الله، ولا بد أن نعلم الخير وننشر الخير. هذا واجبنا في هذه الحياة. قال الله سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني في طلب العلم، ما يتأتى أن الناس كلهم يجون يطلبون العلم، لكن ينفر منهم طائفة ولو قليلة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. شوف، لا بد أن يتأهل الداعية أولا ليتفقهوا في الدين، يتأهل الداعية أولا، ثم إذا تأهل فإنه يدعو إلى هذا الدين لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وأول ما يبدأ به الداعية قومه وأهل بلده عشيرته، وأنذر عشيرتك الأقربين، فيبدأ بقومه وأهل بلده أولا، ثم يتمدد الخير بإذن الله عز وجل. فأنتم والحمد لله هيأتم أنفسكم لهذا الأمر العظيم، وأنتم على خير كثير وفي سبيل الله وفي مرضاة الله. فعليكم بتزود من العلم النافع، وعليكم بمعرفة الانحرافات التي في الطريق حتى تتجنبوها وتجنبوها غيركم. ما يكفي أنك تعرف الخير فقط، لا بد أن تعرف الشر أيضا من أجل أن تحذره وتحذر منه. ولهذا قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فالإنسان يتعلم. الله ذكر لنا في القرآن العظيم مقالات الكفار ومذاهب الكفار من أجل أن نحذرها ونحذر منها، بعدما بين لنا طريق الإيمان والمنهج الصحيح، بين لنا منهج الكفار حتى نتجنبه ونجنبه غيرنا. فلا بد أن نعرف عقيدتنا ونعرف ما يضادها ويخالفها حتى نكون على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة يعني على علم، البصيرة هي العلم. أنا ومن اتبعني، فمن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يدعو إلى الله على بصيرة على علم، وهذا ما سعيتم فيه والحمد لله، أنكم جئتم لتتبصروا في سبيل الله ولتتأهلوا للدعوة إلى الله وللتعليم، تعليم الناس الخير، تحذيرهم من الشر. أنتم تعلمون ما يعج به العالم الإسلامي الآن من الفتن من أنفسهم ومن عدوهم، من بينهم هم بعضهم مع بعض، وعدوهم أيضا ينشر فيهم الفتنة وينشر فيهم الاختلاف وينشر فيهم المذاهب الفاسدة. الكفار يحرصون على نشر البدع وعلى نصرة المبتدعة وعلى نصرة القبوريين، لأنهم يعلمون
أن هذا هدم للإسلام باسم الإسلام، هدم للإسلام باسم الإسلام. فلنحذر من هذه الدسائس وهذه الأفكار بعدما نعرف المنهج الصحيح ونسير عليه بإذن الله. لا بد أن نعرف ما يضاده وما يخالفه حتى نتجنبه ونكون على بصيرة. أنت لما تسير في طريق وأنت لا تعرف ما فيه من الحفر ولا تعرف ما فيه من الأخطار، ربما تهلك في أثناء الطريق بما يعترضك من هذه المخاطر. ما إذا عرفت الطريق سبرته فإنك بإذن الله تتجنب هذه الأخطار. وهذا هو منهج الإسلام، أن تعرف الإسلام أولا ثم تعرف ما يخالفه وما يضاده، وتعرف الأفكار المنحرفة حتى لا تروج أو تروق لك، لأنهم يحسنونها ويزخرفونها ويغرون بها. فلنكن على حذر من دعاة الضلال، دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها. الله جل وعلا أوصانا فقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. صراط الله هو القرآن والسنة، فاتبعوه. ثم قال: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. خط النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض خطا معتدلا، وخط خطوطا على جنبتيه، ثم قال للخط المعتدل: هذا صراط الله. وقال لهذه الخطوط التي على جانبيه: وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. هذا مثال يفسر به النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية. وهذا موجود، صراط الله ولله الحمد موجود وواضح الآن. وهذه الطرق والمناهج والأفكار والنحل موجودة أيضا، بل تزيد. فعلينا أن نأخذ بوصية الله سبحانه وتعالى، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. إيش النتيجة؟ فتفرق بكم عن سبيله. ما يمكن تجمع بين سبيل الله والسبل الأخرى، هذا الجمع بين متضادات. لكن تتمسك بسبيل الله وتحذر وتحذر من السبل الأخرى، دعاة على أبواب جهنم، دعاة ليسوا جهالا، عندهم علم وعندهم حجج، عندهم زخارف من القول، وإن يقولوا تسمع لقولهم، عندهم فصاحة. في زخرف القول تزيين لباطله، الحق قد يعتريه سوء تعبيره. عندهم زخرف القول وعندهم الحجج المموهة والمزورة التي تخدع من لا علم عنده ولا بصيرة عنده. فلنحذر من هؤلاء. وفقنا الله وإياكم لصالح القول والعمل، وللعلم النافع والعمل الصالح، والإخلاص لوجه الله عز وجل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لكم معالي الشيخ هذه الكلمات الطيبة والتوجيهات المنيرة. وقد وصل مجموعة كبيرة من الأسئلة، سنعرض ما يتيسر ويسمح به الوقت على معاليكم.
جل هذه الأسئلة وهذه الأوراق التي وصلت تصدرها عبارة شعار معالي الشيخ بمحبة الجميع له، ونسأل الله عز وجل أن يجزيه عنا خير الجزاء على ما تفضل به من الحضور والحديث. معالي الشيخ، أحد الإخوة يقول يرجو توجيه كلمة للدعاة وطلاب العلم بشأن التعامل مع دعاة الضلال من أصحاب المذاهب الفاسدة والعقائد المنحرفة كدعاة الرافضة الذين بدأوا ينتشرون في قارة أفريقيا. ووصل حوالي 5 أو 6 أسئلة حول هذه الفئة. لا شك أن فرقة الرافضة أنها من أخطر الفرق، أولاً لأنها تدعي أنها على منهج قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، وأنها تحب أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه خديعة يخدعون بها الناس. فإن الذي يفرق بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أهل بيته هذا من أهل الضلال، لأن كل صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار وقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم بيته كلهم إخوة، دينهم واحد وطريقتهم واحد. ليس لأهل البيت وقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم منهج خاص، بل المنهج واحد. فالذي يفرق بينهم يريد بذلك تضليل الأمة وإيقاعها في الفرقة والخلاف. الله جل وعلا قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم. مهاجرون والأنصار فيهم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين، ثم قال: والذين اتبعوه بإحسان. اتبعوهم، ما اتبعوا أهل بيت الرسول وتركوا المهاجرين والأنصار، اتبعوهم جميعا لم يفرقوا بينهم. ثم قال: بإحسان، يعني معرفة لمنهجهم، ما هو بادعاء أنا على منهج السلف وهو ما يعرف منهج السلف، أو يعرفه ولكن لا يسير عليه. بل الإحسان أن تعرف منهج السلف وأن تسير عليه، هذا هو الإحسان. الإتقان، الإحسان معناه الإتقان، ولن تتقن مذهب السلف وتتمسك به إلا بعد معرفته. الذي يفرق بين المهاجرين والأنصار وبين قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من أهل الضلال. ولما سئل سيد أهل البيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسم إلا فهما يؤتيه الله من يشاء من عباده. وما في هذه الصحيفة أخرجها، وإذا فيها شيء من مسائل الديات ومسائل العقل في القتلى، ما خص أهل البيت بشيء، بل هو صلى الله عليه وسلم بلغ الأمة جميعا، وكل صحابته أثنى عليهم ونهى عن مسبتهم، قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. إذن فالرافضة يريدون أن يفرقوا بين المسلمين، يريدون الفرقة،
ونحن في كلمتنا نحث على الوحدة، على الاجتماع. هم يريدون العكس، يريدون الفرقة، وكذبوا في دعواهم محبة أهل البيت. لو كانوا صادقين لأحبوا كل صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، أهل البيت الصالحون منهم لهم حق القرابة، لكن لا يخصون بالاتباع دون إخوانهم من المهاجرين والأنصار. نعم. أحسن الله إليكم على الشيخ. أحد الإخوة يقول: مع الشيخ جزاك الله خيرا ونفع بك وبعلمك، نفيدك بأنه يوجد في بعض بلدان إفريقيا جماعات سلفية، ولكننا بدأنا نرى أن بعضها بدأ يتفتت، وكل يرى أنه على المنهج الحق، وأحيانا يحصل بينهم جفاء وعداء بين بعضهم البعض، فما توجيهكم لهؤلاء؟ سدد الله قولكم. الخلاف يحصل، والحمد لله يحصل الخلاف في الفهم، في الاجتهاد يحصل الخلاف، ولكن هذا الخلاف يحسم بالرجوع إلى كتاب الله عز وجل. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. أي إذا اختلفت أنا وأنت لا نبقى على خلافنا، وكل يدعي أنه على الحق ويضلل الآخر ويخطئه، لا، نرجع إلى الكتاب والسنة، نحكم القرآن والسنة، فمن شهد له القرآن والسنة أنه على الصواب اتبعنا وتركنا المخالف له، ولا يحدث هذا عداوة بين المسلمين. الخلاف لا يحدث عداوة إلا إذا مع التعصب، الذي يحدث العداوة مع التعصب، أما مع الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إنه يزول الخلاف بإذن الله. نعم. أثابكم الله معالي الشيخ. أحد الإخوة يقول: كثر في هذا الزمن الجماعات والأحزاب، وكل يزعم أنه على الحق، فماذا ينصح معاليكم المسلم العادي مع من يذهب وإلى من ينتمي؟ ثم هل يجوز التحزب حول السلفية؟ تقيم حزبا أو جماعة باسم السلفية؟ يا أخوان، الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بهذا: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. أخبرنا بأنه سيحصل اختلاف، وليس اختلافا يسيرا بل كثير، وكل ما تأخر الزمان كثر هذا الاختلاف. ولكن الذي يعصم من هذا هو الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله بيننا ما يزيل الخلاف لمن يريد الحق، أما الذي يتعصب لرأيه أو لشيخه أو لإمامه فهذا لا يريد الحق، هذا لا حيلة فيه. لكن الذي يريد الحق إذا طولب بالرجوع للكتاب والسنة فسيجد إن شاء الله زوال الخلاف وحصول الاتفاق والائتلاف. نعم. أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة يقول: نظرا لأهمية هذه المحاضرة وأنها خاصة بالحضور والضيوف، فأرى أن تسجل ويمكن الدعاة من الحصول على نسخ منها، لأن فيها مادة توجيهية وهي موجهة لهم مباشرة، وأنا أخبركم أخبر أن سمو الأمير بتوجيهي بتسجيل جميع المحاضرات، وهي ستكون إن شاء الله تعالى وفق توجيه سمو الأمير فيما يأتي من أيام. أما دعوة السلفية ليست مذهبا خاصا، السلفية هي الأصل، ليست فرقة، السلفية هي الأصل، وما عداها فهو المخالف. فالأصل هو السلفية، السلفية تعني ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذه هي السلفية وهي الأصل، من خالفها
فهو المخالف، ومن اتبعها فهو الذي على الحق. أما أن تجعل السلفية فرقة أو مذهبا خاصا هذا غلط. كيف الأصل يجعل كسائر الخلافات وسائر الفرق؟ نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. أحد الأخوة يقول: في بلدنا وفي غير بلدنا يختلف أهل السنة مع قلتهم على أمور شكلية ومناصب وهمية، مثل رئيس أو مدير أو مسؤول جمعية أو مؤسسة أو مدرسة، حتى إن بعضهم يؤسس له جمعية جديدة حتى يكون رئيساً، فينتج عن ذلك تفكك وتفرق وتباعد في القلوب والأبدان. وموضوع ملتقانا هذا العام مهم جدا، فبارك الله في اللجنة ومؤسسيها والمنظمين. فيسأل معالي الشيخ يقول: نريد توجيها خاصا في هذه المسألة، علما بأن الحضور المشاركين من أهل العلم والفضل في بلادهم. يا أخوان، الذي يريد الحق، الذي يريد الحق هذا ما يهمه المنصب ولا الرئاسة، هذا يريد الحق سواء كان رئيسا أو كان مرؤوسا، لأن هدفه الحق. وأما الذي يتبع الهوى، يريد الهوى أو يريد المال أو يريد الجاه، فهذا مخالف لما عليه أهل الحق. الذي يريد الحق لا يهمه المنصب، لا يهمه المال، لا يهمه الجاه، يهمه رضا الله سبحانه وتعالى. الصحابة رضي الله عنهم لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم واجتمعوا في السقيفة، سقيفة بني ساعدة، يريدون أن ينصبوا لهم إماما يرجعون إليه بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، اتفق رأيهم على أبي بكر الصديق، على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، واجتمع رأيهم على هذا. ما قال كل واحد أنا زعيم وأنا لي مكانة، لا، انقادوا لهذا، انقادوا لهذا عن طواعية وعن رغبة رضي الله عنهم وأرضاهم، لأن هدفهم الحق، ما هو بهدفهم الطمع والدنيا والرئاسة. الذي همه الرئاسة والطمع هذا لا حيلة فيه، أما الذي هدفه الحق فهذا ينقاد مع الحق ومع من يقوم به. سمعتم الحديث: وإن تأمر عليكم عبد أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وفي رواية: عبد حبشي كأن رأسه زبيبة مجدع الأطراف، كما في الروايات، لأنه ولي الأمر، ولا تقوم الجماعة إلا بولي أمر، ولا يقوم ولي الأمر إلا بالسمع والطاعة. فالذي هدفه الحق ما يهمه المنصب، جاء ولا ما جاء، وإن جاءه فهو يستغله في طاعة الله وفي نصرة هذا الدين، يستغله لمنافعه الخاصة. وهذا ينبني على إخلاص النية لله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. أحد الإخوة يقول: استفدنا من علمك كثيرا، ونعتبركم مرجعا لنا حفظكم الله ونفع بكم، ونقترح عليكم زيارة لدول أفريقيا بالتنسيق مع صاحب السمو الأمير الدكتور بندر، وذلك لأن في مثل هذه الزيارة حل كثير من الإشكالات التي يمكن أن تقفوا عليها خلال زيارتكم. الزيارة واجبة على أهل العلم، ولا كل يستطيع أنه يسافر، وأنه مربوط بأعمال، مربوط بظروف خاصة. الدعاة والحمد لله والعلماء كثيرون، وسمو الأمير يعرفهم ويختار منهم من يذهب إلى بلاد أفريقيا أو غيرها. نعم. شكر الله لكم معالي الشيخ. طبعا أحلتم على سمو الأمير وقد أحلتم على مليء، وإن شاء الله ستتيسر هذه الترتيبات إن شاء الله.
معالي الشيخ، مجموعة من الأسئلة تدور حول ما يجري في هذا الوقت في عدد من البلدان، منها العربية وغير العربية. يقول: يحصل في بلاد أفريقيا اختلافات وانقلابات وقتل ودمار على حق وعلى باطل، ما موقف علماء السنة في كل بلد تجاه هذه التغيرات إذا كان الحاكم غير مسلم؟ وما موقفنا إذا كان الظلم واضحاً وصريحاً ضد المسلمين؟ هل نسكت أم نتكلم؟ الواجب الاجتماع، اجتماع على الحق. وإذا وفق الله والياً مسلماً هذا هو المطلوب، وهذا هو الذي تحصل به المصالح العظيمة للإسلام والمسلمين. إذا لم يحصل وفي الخروج عليه ضرر على المسلمين وسفك دماء ولا يحصل المقصود، فالصبر لا بد من الصبر حتى يأتي الله بالفرج. الرسول صلى الله عليه وسلم وخيرة الخليقة بعد الأنبياء عاشوا في مكة وهي في قبضة الكفار، والأصنام على الكعبة وعلى الصفا والمروة، ما غير شيئاً أو أمر بقتل أحد أو اغتيال أحد أو أمر بثورة، بل صبر. والله جل وعلا يقول له: اصبر اصبر وما صبرك إلا بالله، يأمره بالصبر. حتى هاجر إلى المدينة ووجد الأنصار وقامت دولة الإسلام، فكذلك المسلمون في كل زمان يتبعون الأصلح لهم والأحقن لدمائهم وأمنهم، ولا يخاطرون بالمسلمين ويزجونهم في الفتن. ويحصل من الفتن ومن الشرور أعظم مما يصبرون عليه مع الوالي الظالم أو مع الوالي الذي لا يأتي على المطلوب، يحصل فتن أشد. فهذا حسب المقدرة والاستطاعة في كل زمان بحسبه. وأما الثورات وأما الخروج على الولاة فهذا يترتب عليه شر أعظم وأخطر مما لو صبروا على طاعته بالمعروف. أما الكفر والمنكر لا، لكن بالمعروف ويصبرون. وبعض الشر أهون من بعض، حنانيك بعض الشر أهون من بعض، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم. أحسن الله إليكم، وقد أجبتم رعاكم الله عن عدد من الأسئلة التي تتحدث عن قضية الخروج على الحكام، وقد ضربوا لذلك مثالا بما يرونه في عصرنا الحاضر من القيام على البشار أو القذافي ممن يرون منهم كفرا بواحا. ماذا أجدى قيامهم الآن؟ ماذا أجدى؟ شو هو الثمرة؟ ما علينا أن نمشي على الأصول والقواعد التي يهدي إليها ديننا، ونستعمل الصبر والحكمة إلى أن يقيض الله الفرج للمسلمين، مع نشر الدعوة ونشر التعليم ونشر الخير مهما استطعنا لذلك سبيلا. الرسول صلى الله عليه وسلم ما سكت في مكة، بل يدعو إلى الله، يدعو إلى الله ويبين، لكن ما خرج على ولاية أقوى منه، ما خرج عليها وثار عليها وأمر أصحابه بالاغتيالات. هذا يقضي على الدعوة إلى الله في مهدها. فالأمور تؤخذ شيئا فشيئا، تؤخذ بالرفق بالحكمة شيئا فشيئا. اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الأمور تؤخذ على طول، يعني يما كذا ولا ما هو لازم، لا يؤخذ، يرتكب أخف الضررين لدفع أعلاهما، أخف الشرين لدفع أشدهما. نعم. أحسن الله إليكم. أحد الأخوة معالي الشيخ يتحدث عن
كيفية توحيد الصف مع بعض الجماعات المخالفة للسنة كالتيجانية المتصوفة؟ لا يمكن اتحاد الصف مع القبوريين، لكن مثل ما ذكرنا حسب المقدرة حسب الاستطاعة تصلح الأمور شيئا فشيئا، تصلح الأمور شيئا فشيئا. أما الاندماج معهم ونقول كل على ما هو عليه هذا ما يصلح، لكن نحن نتبع الأرفق فالأرفق. نعم. أحسن الله إليكم. أحد الأخوة يقول: نبشر معالي الشيخ بأن هناك مؤسسة أفريقية قامت ولله الحمد، هي اتحاد علماء أفريقيا، وذلك لجمع كلمة العلماء في أفريقيا ممن هم على منهج سليم، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بمتابعة من سمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان الذي اهتم بهذا الاتحاد. نأمل من معاليكم توجيهنا للاستفادة من هذا الاتحاد ومؤازرة سمو الأمير لزيادة الاهتمام به وبأفريقيا عموما، نرجو أن تخصه بدعاء نؤمن عليه جميعا. نقول: جزى الله سمو الأمير خير الجزاء على هذا العمل، نسأله أن يوفقه لإتمامه وأن يعينه على هذا المنهج السليم وبذل النفع والخير للمسلمين. ثم نوصيكم أيضا بالتعاون على البر والتقوى، ونوصيكم باستعمال الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن مع المخالفين. قال الله جل وعلا: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال، وجادلهم بالتي هي أحسن. لا تأخذ الأمور بالشدة أو بالقسوة، بل خذوها بالرفق واللين والتدرج شيئا فشيئا، واجتذاب الناس إليكم وعدم تنفيرهم. قال صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. نعم. أحسن الله إليكم. أحد الأخوة معالي الشيخ يسأل عن قضية فقهية، يقول: يختلف فيها مسلم البلد الواحد، خاصة إذا كانت الحكومة غير مسلمة، وهي قضية دخول وخروج رمضان، ما نصيحتكم لعلماء أفريقيا من أجل توحيد الصف في هذا الموضوع؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك هذا الموضوع، قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له، وفي رواية: أكملوا عدة شعبان 30 يوما. وكذلك الخروج، خروج رمضان على الرؤية، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم، هذا في الدخول وفي الخروج، فاقدروا له، يعني أكملوا الشهر، لأنه هو الأصل. إذا حصل هذا فهذا هو المطلوب. إذا لم يحصل واتفق مسلمو البلد على الصيام، يصومون جميعا ولا يكون بعضهم مفطر وبعضهم صائم. الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. فإذا صام المسلمون في بلدك صم معهم يا أخي، صم معهم، وإذا أفطروا أفطر معهم، واتركوا الخلاف والفرقة بينكم. نعم. أحسن الله إليكم. أحد الأخوة يقول: ما حكم اجتماع الناس في ختم القرآن حيث يتوزعون بينهم أجزاء القرآن، كل يقرأ الجزء الذي وزع له حتى إذا فرغوا يقرأوا دعاء الختم ويقصدون به التوسل في قضاء الحوائج، أفيدونا مأجورين أثر؟ هذه طريقة غير شرعية غير واردة. اللي يقرأ القرآن كله، هو بنفسه يقرأ القرآن كله، يدعو دعاء الختم في النهاية، هذا هو اللي ورد عن السلف. أما أنه يوزع على جماعة وبعدين يقولون هذه ختمة، ما هي بختمة، هذه ما هي بختمة، ما ختم القرآن. الختم الجماعي ما هو بختم للقرآن، ختم يكون من واحد، هذا الذي ورد عن السلف. نعم. أثابكم الله معالي الشيخ. أحد الأخوة يقول: أريد أن أصلي التراويح في أقرب مسجد من بيتي،
وهو الذي المسجد تقام فيه بدعة أثناء التراويح ولا أقدر على إنكارها، وهناك مسجد تقام فيه السنة لكنه بعيد حوالي 10 كيلومتر ويحتاج إلى الركوب والذهاب إليه، هل أصلي في مسجد البدعة أم في بيتي جماعة مع أهلي؟ وهل أصلي إذا صليت مع أهلي يحصل لي أجر قيام الليل كما في الحديث من قام مع إذا قدرت على الذهاب إلى المسجد البعيد مسجد أهل السنة اذهب إليه إذا قدرت، إذا لم تقدر صل في بيتك سواء وحدك أو تجمع أهلك وهذا أحسن، تصلون جماعة ويحصل لكم قيام الليل بإذن الله، يحصل لكم الأجر، ولا تصلي مع الذين يقيمون البدعة. نعم أحسن الله إليكم. يقول ماذا عن قبول هدايا التجار من الروافض وغيرهم من قبل في المراكز الإسلامية؟ الروافض ما هم باذلين هدايا إلا لغرض، لغرض الإضلال، يشرون الذمم ويشرون، احذروه، هم هداياهم لا تقبلوا منهم شيئا. نعم هل تؤكل ذبائحهم حفظكم الله؟ اللي يدعو غير الله ويدعو الحسن والحسين وعلي لا تؤكل ذبيحة، لا مشرك لا تؤكل ذبيحته. نعم أحسن الله إليكم. أسئلة كثيرة حول قضايا الوضع الحاضر مرت إجاباتها في الأسئلة الماضية. يقول أحد الإخوة ما المنهج الصحيح في طلب العلم وما الكتب التي تحذرنا ألا نقرأها؟ أنا ما أحط بالكتب علشان أقول لك الكتاب، لكن الكتب طلب العلم على قسمين، القسم الأول طلب العلم النظامي في المدارس والمؤسسات، هذا فيه مقررات مختارة تقرأها على المدرسين في الفصول. القسم الثاني طلب العلم في المساجد على المشايخ، المشايخ هم الذين يختارون الكتب التي يشرحونها لكم. نعم أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة يقول نحن في أفريقيا، اسمح لي مع الشيخ أن أطرح هذا السؤال لأنه وردني واستأمنني على أن أقرأه عليكم، يقول نسميكم معالي الشيخ بقية السلف، فما السبيل مع الحكام الذين لا يطبقون شرع الله عز وجل؟ فما العمل مع الحكام العلمانيين في أفريقيا حفظكم الله؟ سمعتم الجواب قريبا، هؤلاء الذي لا يقدر على إزالتهم يصبر عليهم حتى يأتي الله بالفرج. نعم نختم حفظكم الله بهذا السؤال عن أحد الإخوة يقول ابتلي الدعاة والعلماء في بعض الدول الإفريقية بفئة ممن يرون أنهم من أتباع منهج السلف لكنهم أخذوا على عواتقهم تصنيف الدعاة والتشكيك في نواياهم واتهامهم بحجة أنهم يعملون متعاونين وبشكل منظم وأنهم يسعون للحكم ويسخرون الدعوة لأجل ذلك ويعملون على كتابة تقارير لطلب استعداء الحكومات والأجهزة الأمنية عليهم، فكيف نتعامل مع هؤلاء الذين يحولون بيننا وبين وحدة الصف الذي نسعى له جميعا؟ أنتم ملزموا الطريق الصحيح، ومن جاء معكم فالحمد لله، ومن أبى أتركوه ونهجه مع مناصحته إذا كان يقبل تناصحونه، وأما أنكم تلزمون الناس بأن يكونوا على طريق واحد هذا يحتاج إلى سلطة، يحتاج إلى سلطة وقدرة. الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ولكن أنتم ملزموا الطريق الصحيح في أنفسكم وفي من استجيبوا لكم، وأما من أبى ويريد الفرقة ويريد الحكم ويريد أو لا يتركوهم وابتعدوا عن طريقته، إن كانوا يقبلون النصيحة انصحوهم، إلا ما يقبلون النصيحة إنك لا تهدي من أحببت. لكن